تنساش بقى يا اسطى ان هي تعمل بقى لايك وسبسكرايب. بتبدا اللعبه وسي جي اللي هو اصلا كارل جونسون راجع من السفر، كان في ليبرتي سيتي وكان راجع علشان والدته ماتت او حد قتلها بالاصح يعني. المهم هو خارج من المطار وراكب التاكسي في امان الله، طلع عليه اتنين ظباط هتعرف بعدين علاقتهم بسي جي. المهم بيوقفوا التاكسي وبينزلوه من التاكسي وياخدوه مع حفرد عشان معاه فلوس مفكرينها فلوس مخدرات، وبيخلوه بالعافيه يركب العربيه وبيقول له سي جي ويخلوا التاكسي يمشي ومعاه هدوم سي جي. وده اظن سبب انه بيبدا شبه ملط في بدايه اللعبه اصلا. وبعدها المهم بيبداوا يتكلموا، والشرطي اللي هو تيمبني بيقول له ايه اللي جابك هنا يا عم انت؟ قال له جاي دفن امي يا عم، ما جيش يعني. وبعدها بيقول له ها عكت ايدك في ايه تاني يا اسطى؟ فقال له لا يا عم توبنا لله. وبعدها بيفضلوا يلتوا في كلام كتير ملوش اي 30 لازمه، فهنعمل سكيب لك. وبعدها بيرموه في حي عصابه اسمها البلس، ودي عصابه معاديه لعصابه سي جي واخواته اللي اسمها جروف ستريت. وبعدها بيقول الجمله المشهوره وبعدها بتبدا اللعبه وبتبدا انت تتحكم، وبيديك رساله يوجهك انك تركب العجله اللي قدامك علشان تروح بيها بيتك. فانت ما بتكذبش خبر وبتركب العجله وبتطير على البيت، بتلاقي علامه سي جي على الخريطه فبتروح عليها، ولما بتوصل هناك بتلاقي علامه حمراء. فبيبدا مشهد وسي جي بيفتكر، المهم بيخش عليه واحد اسمه بيج سموك ومفكره حرامي وكده. وبعدين سي جي بيهدي وبيعرفه بنفسه ان هو سي جي وقريبهم يعني. وبعدها بيسايسه بيج سموك وبيقول له حكم ملاش اي 30 لازمه، وبعدها بياخده عشان يروح مراسم الدفن وكده. ولما بيروح بيلاقي اخوه اللي اسمه سويت واخته اللي اسمها كيندي وبيسلموا عليه وكده. وبعدها سي جي بيقول له مش مصدق انها ماتت يا اسطى. فسويت هنا بدا يشرشح ويقول له الاخوات مش بالكلام يا اسطى، دي بالافعال، وانت عرفت زيك زي ابراهيم والله. ويشدوا في الكلام لحد ما كيندي واختهم بتزعل وبتقرر تمشي. وقبل ما تمشي قالت تمس على سويت بشتيمه كده يعني، وراحت لسيزر حبيبي صباح الفل يا كداتي. وبعدها سويت بيقول له الحلقه يا اسطى هنا يا اخويا والله، والعصابات حطت علينا بالجامد قوي. وبعدها كلام كتير بقى ايه قلت لك انا ملخصه فهنعمل سكيب. المهم بعدها فجاه بتخش عصابه البلس عليكم علشان تقتلوا ويفجروا العربيه، فانتوا بتاخدوا العجل وبتفلتوا بجلدكم بسرعه، والبلس بيطاردكم لحد ما بتوصل لمقر العصابه وهو بيت المعلم سي جي. وبيتكلموا حبه انها تمشي امتى يا عم سي جي ما تقرفناش؟ قال له حبيبي مقدر والله يا اسطى انك عايزني، فبس انا قاعد على قلبك. وبعدها المهمه بتخلص وانت بتكسب احترام الجماهير. وبعدها بتقرر انك تخش البيت، هتلاقي هناك مكان تعمل سيف. وبعدين بتبص على الخريطه بتلاقي علامه ار، دي ان انت هتروح لرايدر علشان ياخدك يظبطك اكل وقصه شعر ودلع يعني. فانت بتروح له على طول، ولما بتروح له بيبدا المشهد وتلاقي قاعد يظبط سلاحه وبيقول لك ايه اللي جابك هنا يا عم انت؟ فبيقول له سي جي هو في اجر هو انتوا مرحبين بيا زياده عن اللزوم كده ليه؟ فيقوم رايدر يديله حضن حلو كده. وبعدها بنعمل سكيب المشهد عشان ما فيهوش اي حاجه بصراحه مهمه. فبتبدا المهمه وبتاخدوا العربيه وبتروحوا للعلامه اللي على الخريطه، وبتكتشف انك رحت لمحل حلاقه. فبتخش تروق على نفسك، وانا بصراحه زرعت دقن عند الحلاق في 3 ثواني في السريع بقى وكده. وخرجت فرايدر قال لي شايف محل البيتزا ده؟ قلت له اه. قال لي تمام يلا نمشي. سي جي قال له يا عم ما تاكلنا حاجه كده يعني، ده انا حاطه ضيق. فقال له خالص اخش كل يا اسطى. فدخل سي جي اكل قطعه بيتزا ب 2 دولار. وبعدها لقى رايدر هبت منه وعايز يسرق المحل، لبس في شراب في دماغه. فطلع الكاشير عارفه اصلا وبيدعي على افكتي. سي جي قال له انت عبيط يا عم يلا نمشي من هنا يا عم. فالكاشير طلع الشوت جن ويلا يا ولادي، وانت بتهرب منه وبترجع للعلامه اللي على الخريطه واللي هي بيت رايدر، وتكون المهمه خلصت وانت بتكسب احترام الجماهير تاني. وبعدها بتلاقي علامه على الخريطه بحرف اس، ودي مهمه عند سويت، فانت بتروح عليها وبيبدا المشي. وتلاقي بيج سموك بيلعب مع سويت باسكت. وبعدين سويت بيقول لك عايزين نعمل لبش كده عند جماعه البلس. فسي جي بيقول له معاك في اي حاجه يا برو؟ ده ملخص المشهد يعني. المهم بتنطلقوا سوا علشان تروحوا لمكان البلس. فبعدها بتروح تكتشف انك المفروض بتكتب بالرش اللي معاك جروف ستريت وكده بدل الكتابات بتاعه البلس، وبيوريك سويت بتعملها ازاي. فانت بتروح على الاماكن المطلوبه وبتعمل المطلوب منك، وعشان هي مهمه طويله على الفاضي فهنعمل لها سكيب.
المهم بعد ما بتخلص سويت بيجي لك وبتاخد العربية وبترجع له جروف ستريت وبتنتهي المهمة وانت بتكسب برضو احترام الجماهير. لحد دلوقتي انت ما كسبتش اي فلوس من اي حاجة. فحاليا يا اسطى احنا واقفين على اننا اتعرفنا على المنطقة وعايزين نعرف هنوسع المنطقة ازاي وايه المهمات الجاية وده هنعرفه الحلقة الجاية. فدلوقتي من هذا المنبر بقول لك ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب شير وتفعل الجرس وتعمل كل الحبشتكنات دي وتستنى فيديو جاي ان شاء الله، يعني هحاول ما اتأخرش.